أنا اسمي أسامة رفعت، أنا طبيب نفسي وبشتغل أستاذ في كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، تخصص الدقيق في طب نفسي لكبار السن. اشتغلت في مستشفيات كتير وفي مركز جامعة القاهرة لعلوم المسنين. اشتغلت فترة في وزارة الصحة منتدب 3 سنين، كنت مدير إدارة التدريب هناك، كنت مسؤول عن تدريب الأطباء في مجال الصحة النفسية. وبقالنا فترة عاملين very strong partnership مع جامعات especially في UK زي جامعة Assistant University، وبن develop a lot of research projects عشان نقدر ان احنا نجيب technology state of the art اللي هي احدث حاجة في علاج المسنين وبالذات اضطرابات الذاكرة عشان تبقى متاحة لكبار السن في مصر. الباشن بتاعي في التخصص الدقيق في الشغل مع كبار السن او الجيرياتريكس، لان انا بشوف ان القطاع ده من الناس في المجتمع المصري بيزيد، معدل الاعمار بيزيد في مصر بشكل كبير قوي، والخدمات المتاحه للناس دي قليله جدا. من الصعوبات الكبيره اللي ممكن الاسره تواجهها ازاي ينقلوا حد elderly للعيادة عشان يكشف أو عشان ياخد خدمة طبية. O7 as a platform online ممكن يدي الفرصة لحد متخصص في المجال إن هو يقدم الكشف والفحص وكمان الخدمة العلاجية فعالة من خلال online services من غير ما نكلف الفاميلي والelderly person مشقة الانتقال للعيادة.